كل أسبوع بيتجدد لقائنا معكم ببرنامج كلام الناس. أسئلتنا كانت عديدة، ومنبدأ بالسؤال الأول اللي هو: ما رأيك بالنقاش الدائر حول تشكيل الحكومة المرتقبة؟ على الفيسبوك محمد مراد بيعتبر أنه اللي عم بيصير هو مضيعة وقت بانتظار الوضع بسوريا، وخاصة موعد جنيف 2. أما عامر أيوب بيرفض تشكيل حكومة مع ناس بتبعت انتحاريين لقتل الأبرياء. بالنسبة لجوزيف نفاع، قوى 14 أدار ملبكين لأنه ما كانوا متوقعين موافقة حزب الله على تشكيل 888. بدوره مصطفى شاهين بيسأل: ليش ما بيشكلوا حكومة من الدكاترة والمهندسين والمثقفين غير الحزبيين؟ خلينا ننتقل على السؤال الثاني اللي هو: هل أنت مع مقاطعة البعض للحكومة؟ لماذا؟ محمد طفيلي بيلاقي انه اذا قطعت القوات اللبنانيه بصير مصير نص المسيحيين مهمش مثل ما كانوا بعد انتخابات 92، فالحكومه جاهزه بقرار دولي. منتابع مع علي درويش اللي هو ما حكومه جامعه للجيش والمقاومه والا بينهار البلد. محمود هلا كمان مع حكومه بتجمع الكل لتخفف من الاحتقان السني الشيعي، بينما ديان فخري مع المقاطعه لانه مش مستعد تعيش تحت رحمه الخوف. رأي فيدا حنون كان مختلف، فبتعتبر أنه مقاطعة أي فريق من الأفرقاء بيؤدي لزيادة الشرخ. بالمقابل سامر حكمة عبدالله مع تشكيل حكومة ومع الحق بمقاطعتها، فالمقاطعة هي جزء من الديمقراطية بعكس التعطيل. ليندا شعبان هي مع أول رفيق الحريري: المهم البلد، نحن ما فينا نلغي نص البلد ولا هني كمان. سؤالنا الثالث لهالأسبوع كان: مع انطلاق المحكمة الدولية هل تترقب جلاء الحقيقة؟ الحقيقة معروفة بس الكل عم يتهرب منها. هيدا كان جواب ندى عبد النور وعبد الرحمن عبود، بحين محمد عزام الصمد بيقول انه المحكمة يعني حرب أهلية، بينما بشاط خوري بيأكد انه الحقيقة الوحيدة الثابتة بلبنان هي طمس الحقيقة. أما شريف حمادة بيتوقع تسييسها بحسب مقررات جنيف. كوثر أيوب بتسأل: كيف رح تنتهي هالمحكمة بحين هي مبنية على شهود زور؟ أما إذا انتقلنا على تويتر، كامل صفا قال: المحكمة الدولية ما جابت للبنان لا الأمن ولا الأمان، بل المزيد من التطرف المذهبي، والحقيقة بتتبدل بتبدل المصالح الإقليمية والدولية. كمان على تويتر سامر أحمد بيلاقي أنه المحكمة الدولية هدفها بس الابتزاز السياسي. ما تنسوا تصوتوا على موقع كلامالناس.com/vote للوزراء اللي بيستحقوا يكونوا بالحكومة الجديدة، وبلاقيكم الأسبوع المقبل.